ازيك؟ عاملين ايه؟ يا رب كله بخير. وحشتني جدا جدا من الفيديو اللي فات. فيديو النهارده عن مشترياتي من دايسو قبل السفر. هاخدكم معايا النهارده جوله في دايسو، فيا رب فيديو النهارده يعجبكم. ديت هدايا خاصه او علب الهدايا عشان الربيع بقى وكده بدأ. كيوت كيوت ده، كيوت قوي. وألعاب للأطفال. هنا أدوات التجميل كلها اللي انتوا عايزين تشتروه. وأسعار دايسو دايما هنا ما بين 1 دولار ل5 دولار، الأسعار مناسبة. ديت الأدوات الخاصة بالأذن، أعواد الأذن، قطن الميك اب. أنا محتاجة واحدة من قطن الميك اب. دي المناديل المبللة كلها، بس أنا بصراحة بطلب أونلاين كمية عشان جميلة وكده، فمش محتاجة إن أنا أشتري مناديل مبللة. كمان اللزقات بتاعت الجروح، البندات بتاعت الجروح وكده هجيب منها علشان جميلة لو حصل لها حاجة لا قدر الله. جيب لها ايه؟ برورو. جيب لها برورو. كيوت كيوت. وهجيب لها كيتي. كيوت. واحنا بالنسبة لنا هجيب دي احتياطي معايا ان شاء الله، مش هيبقى في حاجه بس للامان مش اكتر. وكمان هجيب لجميله ديت علشان لا قدر الله لو جالها حراره او حاجه تبقى موجوده معانا امان. هنا الفواحات، بعشق الروائح بتاعت الفواحات هنا في كوريا. الريحه بتبقى تحفه وهاديه كده وبتعمل ريلاكس للاعصاب، شموع، حاجات تحفه. كمان بقى ممكن تشتري الحاجات التذكاريه الكيوته دي، الحاجات القديمه وسنافر، حاجات كوريه، حاجات كيوته بجد قوي. يعني في حاجات كتير كتير مش كوريه بس، يعني شامله كل حاجه. فممكن تجيبوا منها تذكارات حلوه لقرايبكم واصحابكم كمان. عايزة كمان اجيب اطباق اكل للميمي ولاتيه زيادة علشان لما نسافر يبقى في اطباق زيادة للاكل وياكلوا براحتهم، وابقى مطمنة ان هم الاكل عندهم بالزيادة. مش لاقي اطباق هنا حلوة خالص، ما لقيتش اطباق مناسبة بصراحة للميمي ولاتيه هنا. فممكن ابقى اروح دايسو القريب من بيتي علشان اشوفهم، لان لازم الاطباق بتاعت الاكل بتاعت القطط تبقى عالية عن الارض علشان يعرفوا ياكلوا ويبقوا مرتاحين وهم بياكلوا. فللأسف مفيش هنا.
عجبتني الفكرة قوي، اللي هو لو احتاجنا ابرة او حاجة، ابرة وخيط، كيوت قوي وفيها كذا لون. دي كمان هشتريها علشان بشيل جميلة طول الوقت، وراين كمان بشيل جميلة طول الوقت، فهتبقى كويسة قوي لإيدينا، بتحمي معصم الإيد. كنت جايبة منها وقت الولادة بس بقت قديمة خلاص، فانا هشتري دي برضو. ودلوقتي حاجات السفر اللي احنا نقدر نستخدمها في المطار، زي مثلا الشنط ديت تحط فيها الباسبور، الفلوس، الحاجات دي، كفر للشنطة، الاكياس اللي تحط فيها الحاجات بتاعتك الشخصية، الشنط دي. بس انا عندي شنط دي في البيت بصراحة كتير جدا، فمش محتاجة اشتريها. برضه عندي الشنطة دي اشتريتها لما سافرت اخر مرة مصر، كانت مفيدة جدا جدا ليا بصراحة. وفي برضو هي الشنط دي، في اللي هي الصغنونة دي برضو عشان لو حاجات مهمة وكده، فتحفة ديت عشان ادوات الحمام، فاعتقد ان انا مش هحتاجها. وفي منها الحجم الصغير للحاجات الصغيرة، بس انا بصراحة مش محتاجاها لان عندي في البيت. وفي بقى اللي هي دي ادوات تحط فيها الادوات، بس انا مش هنصحكم ان انتوا تجيبوا من دايسو هنا لان بيبيعوا الحاجات مفرد، لكن على كوبان بيبيعوا بالست يعني على بعض كله. زي دي مثلا شوفوا واحدة بس، لا بيبيعوا الست على بعض ب10 دولار ولا حاجة، دي ب2 دولار، فافضل ان انتوا تجيبوا من على موقع كوبان. في كمان دي عشان لو تحطوا رجليكوا عليها تريحوا رجليكوا، المخدة، المنفاخ عشان توفروا في المساحة، شوز في الطيارة. دي انا عندي منها استخدمتها تحفة، بس اعتقد ان احنا مش هنقعد في الكرسي الامامي، سوري قصدي مش هنقعد في الكرسي يعني زي في النص كده، مش هقعد كده، فمش هبقى محتاجاها. وديت اللي هي اثناء النوم تقدروا تستخدموها. هنا بقى المشترك عشان لو حابين ان انتوا في بلاد بيبقى المشترك بتاعها مختلف، او الكوبس بتاع الكهرباء بتاعها مختلف عننا، اللي هو ده الحزام بتاع امان الشنطة. بس انا جبت بصراحة التلاتة ب10 دولار، هنا الواحد ب5 دولار من على موقع كوبان الحمد لله. وديت الباسبورات، كفر للباسبور، كفر برضو الباسبور، كيوت اوي كفر للباسبور. ودي الاقفال، جبت الاقفال انا عندي مش محتاجة ان انا اقفال. وده صابون بيدوب مع الايد على طول مع المية، حلو جدا جدا في الاستخدام. فانا هجيب واحدة بس عشان بستخدمهم. ودي بقى الادوات لو انتوا محتاجينها، وعلب فاضية لو انتوا هتحطوا حاجة او كده. بصوا دي عجبتني فكرتها قوي، عبارة عن شامبو، لوشن، بودي واشي اللي هو غسل الجسم، وعم مجموعة لعناية البشرة، ومناديل لمسح الوش زي الغسول او الفوم، حلوة جدا جدا ب2 دولار، يعني 6 على بعضه. تاخدوه هتاخدوا الشاور بتاعكم بالكامل. انا ممكن بس اجيب دي كمان عشان شنطة جميلة اعلقها ولا حاجة، وانا هاخد اللون الاسود عشان يبقى ماشي مع عربية جميلة. وهجيب دول ليا والجميلة علشان الباسبورات بتاعتنا، وهجيب ده لريان عشان هو بيحب اللون الازرق. وهشتري مشترك علشان لو احتاجته في حتة يبقى موجود، بس حاليا مش عارفة اشتري 3 ولا 5، بس انا اعتقد ان 3 مناسب، 2 متر حلوة قوي. هاخد اللي بالزرار ولا من غير زرار؟ مشكلة اللي من غير زرار عشان جميلة ما ايه تعرفش تلعب في الزراير. كده اشتريت كل حاجة انا عايزاها لحاجات السفر، خلاص خلصت، تعبت، اروح البيت وابتدي افرز الحاجة اللي انا اشتريتها. اشتريت كل الليستة اللي انا كتبتها الحمد لله، كل حاجة ما عدا اطباق بس ميمي ولاتيه. فاما اروح البيت هشارك كل الحاجات اللي انا اشتريتها. ايه يلا بينا نروح على البيت. من جديد، ازيكم عاملين ايه؟ بعد ما خلصت مشوار دايسو حبيت ان انا اوريكم المنتجات اللي انا اشتريتها اللي هحتاجها في مصر. بصراحه في حاجات كتير، منتجات خاصه لجميله، وجبت شويه حاجات لاخواتي. وانا بحب الحقيقه يعني الفتره الاخيره
او بقالي سنه او سنتين تقريبا ما بقتش بحاول استخدم الاكياس البلاستيك على قد ما اقدر. يعني لما بروح السوق او اي حاجه، لو هشيل حاجات كتيره باخد الشنطه دي. حتى الشنطه دي يعني عزيزه عليا جدا، بسافر بيها دايما، دايما بتطلع معايا على الطياره، بتشيل حاجات كتير جدا. فلما بروح السوبر ماركت او اروح حاجه معينه، لو رايان مش معايا بحطها على ظهري، علشان حاليا بزق جميله بالعجله بتاعتها او العربيه بتاعت الاطفال بتاعتها. هوريكو اشتريت ايه من دايسو وليه اشتريته وهل هو مفيد ولا لا. يلا تابعوا الفيديو للاخر. بسم الله. اشتريت القطن الخاص بالميك اب، اشتريت نوعين، النوع المدور والنوع المربع. المدور دوت انا بحبه قوي، بيبقى سهل ان انا احطه في الشنطه، و 120 قطعه، وهو ايطالي مش كوري، وسعره دولار ونص. اما القطن دوت فهو المربع، وبيبقى بالوجهتين، بيتحط في الصباع كده وبنمسح بيه وشنا. دوت ب2 دولار. ديت مش هاخدها معايا مصر، ولكن ديت علشان ريحه الثلاجه، علشان لما انضف البيت قبل ما امشي احطها في الثلاجه، ما تعملش اي ريحه مش لطيفه في الثلاجه. فديت مش من حاجات السفر، ولكن انا بعتبرها من حاجات السفر، لانها بتبقى مهمه جدا وقت السفر ان انا احطها في الثلاجه. في العاده انا بحطها على طول، لكن بجيب دايما اللي هو الفحم دوت، علشان بيقعد لفتره اطول وما بيعملش اي ريحه في الثلاجه، فهنصحكم بيه. وده سعره 2 دولار. واشتريت كفرات الباسبور، البينك دول ليا والجميله، والازرق لريان دوت ب2 دولار، وبتاعي وبتاع جميله ب1 دولار. بحب قوي بصراحه ان انا اخد الكفر بتاع الباسبور، عشان بحط فيه التذاكر، البطاقه بتاعتي، كل حاجه، يبقى سهل عليا ان مش كل شويه اقعد ادور واطلع المحفظه وكده، لا بيبقى سهل عليا ان انا اطلع كل حاجه، وبيبقى ضامن كل حاجه. اشتريت مشترك لانه مهم جدا جدا، طبعا ده ممكن ابقى اسيبه في مصر مش هحتاجه بعد كده، ولكن علشان انا هتنقل من مكان لمكان، فبحتاج للمشترك عشان اشحن فيه الموبايلات واشحن فيه الكاميرا والحاجات دي كلها. وكمان اشتريت اللي هو معصم اليد اللي بيحمي الايد، علشان كل شويه هبقى شايله جميله، وريان في نفس الوقت هيبقى شايل جميله. انا كنت اشتريته في شنطه الولاده، ولكن بقى قديم، فعشان كده حبيت ان انا اشتري 2 جداد، وده برده سعرهم الواحد 2 دولار. واشتريت اللي هو الصابون دوت، بناخد منه ورقه وبنغسل بيه ايدينا، سواء بقى في المطار او في الطياره او اي حاجه. حلو جدا جدا، هو عباره عن 15 واحده ب1 دولار. فانا بصراحه ما بستغناش عنه في السفر، سواء داخل كوريا او خارج كوريا. ممتاز ممتاز ممتاز. واشتريت المجموعه دي، المجموعه ديت ب1 دولار، عباره عن كلينجن اللي هو غسول للوجه، و بودي واشي اللي هو زي الشاور جل للجسم، وشامبو للشعر، وبلسم، علشان يبقوا الاربعه مع بعض سهل ان انا استخدمهم، وزنهم مش تقيل، وفي نفس الوقت استخدم مره واحده فيبقى خفيف عليا. اشتريت منهم حوالي 16 واحده حاجه زي كده، علشان ليا والريان نقدر نستخدمهم بسهوله. وطبعا مش هنسى الاكياس البلاستيك. الاكياس البلاستيك دي رغم ان انا ضدها، ولكن مضطره ان انا استخدمها، علشان وانا برتب الشنطه يبقى شكلها متساوي، وتبقى شكلها منظم، ويبقى سهل عليا ان انا اطلع حاجات جميله بسهوله. الاكياس ديت بتكون فيها اللي هي زي السوسته كده، عشان اقفل الحاجه بتاعه الجميله وحاجتنا بسهوله، واقدر افتحها اخد منها اللي انا عايزاه واقفلها تاني. رغم ان انا ضدها، ولكن للاسف بحتاجها كتير. فاشتريت منها 2 على اللي عندي، هيبقوا كافيين قوي قوي قوي. واشتريت العلاقتين دول، علشان لو حبيت ان انا اعلق حاجه في الشنطه الجميله او في عربيه جميله، الشنطه الجميله اللي هي الشنطه دي اللي انا بحط فيها حاجتها. وكمان اشتريت الخيط والابره الصغيرين دول، عشان لو احتجتهم لا قدر الله موقف حصل او حاجه، يبقى سهل عليا ان انا اخيطهم بسهوله. وفي من الالوان الاساسيه، مش كل الالوان اللي احنا يعني محتاجينها، لكن الالوان الاساسيه تكفي وكويسه قوي. فيها كمان زراير، فيها زراير، عارفه هتبقى باينه في الكاميرا ولا لا، فيها زراير ومقص واللي هو القياس، وفيها كمان اللي هو دبابيس. فحلوه قوي، سعرها 1 دولار، فمش مبلغ. دي كمان سعرها 1 دولار. كمان اشتريت للاحتياط البندات ديت، علشان لو لا قدر الله حد مثلا اصيب او حاجه، يبقى عندي اللزقات دي او البندات ديت، وبمختلف الاشكال برضو ب1 دولار، مختلف الاشكال. واشتريت البندات دول لجميله، علشان هما شكلهم كيوت قوي، واحده كيتي واحده بورورو، مش بورورو، هو شخصيه من شخصيات بورورو، برضو فيها نفس الشكل، الاشكال مختلفه،
علشان لا قدر الله اذا حصل لها حاجه اقدر ان انا اعالجها بسهوله. واهم حاجه خافض الحراره او لزقات خافض الحراره عشان لا قدر الله اذا جالها سخونيه ولا اي حاجه. ديت من شنطه الاسعافات الاوليه. انا اشتريت ادويه الجميله مهمه جدا قبل ما نسافر، اخدتها وديتها للدكتور علشان نتاكد ان هي الحمد لله صحتها كويسه وكل حاجه فضل ونعم من ربنا الحمد لله. واخدنا الادويه الاحتياطيه ليها علشان نكون في الامان. دلوقتي هوريكم الحاجات اللي انا المفروض كنت اجيبها من دايسو ولكن كانت غاليه في دايسو واشتريتها اونلاين. طبعا مش بستغنى عن المناديل المبلله او المناديل العاديه، بس انا اكتر بحب المناديل المبلله. ديت انا بجيبها العشرين واحده ب$10، اما في دايسو الواحده ب$2 و$3. فبصراحه انا ما بشتريش المناديل المبلله خاصه للاطفال من دايسو، بحب اشتريها اونلاين دايما لانهم بيجيبوا لي كميه كبيره وبتقعد معايا لوقت طويل. وطبعا مش هننسى الاحزمه بتاعه الامان الخاصه للشنط. ديت الواحده في دايسو ب$5، انا جبت الثلاثه ب$7، لسه متاكده من سعرها من شويه. الثلاثه ب$7 مش ب$10 زي ما قلت لكم في الفيديو لما كنت في دايسو، لا هو ثلاثه ب$7 وبصراحه تحفه وامان جدا الشنطة. اما دول فجبتهم الاثنين ب$5 في دايسو، الواحدة ب$5 ديت علشان نحطها بالشكل ده كده وننام براحتنا في الطيارة، فبصراحة ما بقدرش استغنى عنها، كويسين جدا جدا وحلوين جدا جدا جدا. وبكده يكون فيديو النهارده، يا رب يكون فيديو النهارده عجبكم. انا حاليا بحضر للسفر لمصر، الفيديوهات هتنزل لكم باستمرار على قد ما اقدر هعمل فيديوهات، فادعوا لي ان انا اوصل بالسلامه ويا رب الفيديوهات الجايه تعجبكم ويا رب الفيديو دوت يكون عجبكم. ما تنسوش تعليق حلو، سبسكرايب، لايك وشير، و انيا